حيت ماشي بحال هذا القانون دابا اللي كيقول لك عندك مره على اخر مساكن داك المدربين اللي كتشوف العف الكروي لان البطوله فيها 1-1 0-0 علاش مدربين مساكن خوافات ومخوفين من القانون؟ واش انت كتشوف الماتش كامل كره كتخليها الله تغير فيها وتبقى طيح وتنوض وتقول يطيح وتتسناه وما كاين لا بيوت لا محاولات لا كيقول العف الكروي فهمتي لان كره خص هذا القانون حتى هو كما قلت لك اللي هضرت مع طلحه راه هضرت مع الكواليس حتى هو ما فعلش بشكل المدربين باش يخرجوا يلعبوا كره باش لما نجحش كاع هنا وخرج يلعب كره وخسر يمشي لبلاصه اخرى عنده شونس اخرى كيما عندك سير تشومر كيريح ايوا فهمتي هذا من الاسباب اللي ما خلاوش هذاك تشوف البطوله ميته ما فيهاش اهداف ما فيهاش كره هجوميه يلاه كتقلب امتى؟ كتقلب تا كتلقى شي فرق ما رابحين 7 ماتشات بجوج تلاقاو عاد كتلقاهم خارجين بجوج يخرجوا يهاجموا ورا تكلمنا هذه النقطه هذه اخر دوان راه حنا تكلمنا على السي خالد في حلقه سابقه مع السي بلقشور على ان هذا الشيء ماشي في صالح المدرب لانه دائما كيتسنى انه الى تقال ولا كان جات الاقاله كيولي شوماج باللغه الكرويه وما كيبقاش يشتغل لانه ما عندوش الحق يشتغل في جوج فرق لا في ديزيام ديفيزيون الخصم الوطني الاول وتكلم معنا السي بلقشور على اساس ان هذا النظام او هذا القانون يقدر يتغير لو او الوداديه ديال المدربين هي اللي ارتأت ودير واحد يعني قانون ديالها لان القانون كيجي من عند الوداديه وتحطوا عند العصبه والعصبه تصادق عليه واش دابا انت فهمتيني اش بغيت نقول لك فهمتك راه بزاف هضروا عليه بغيت نقول لك دابا انتم دابا بعض الناس كي مسؤولين على الكره كيطلبوا كره هجوميه حتى باش كيهاجم هذا المدرب ترى غيخرج يلعب غيخرج من تما من غيخرج اذا كان الياس يخرج يلعب يخرج تفضل كنسمعوك رضوان مزيان دابا قلت لك المدرب غادي يخرج الناس المسؤولين كيطلبوا الفرجه واهداف المدرب ما يقدرش يخرج فين غيخرج يقول لك نخسر جوج ماتشات ثلاثة غيجريو عليا برافو فهمتي غادي يخرج يلعب كتلقى يخرج يلعب علاش كتشوف هاد المباريات ما كاينش هجوم ما كاين والو تقول لي دخل عقب الله انت كتفرج بعض المرات كتشوف دوري كتكون كتعرف كتزابي كتشوف كتقلب كتشوف دوري كيفاش كتلقى غير 14 6 محاولات طط 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 كتشوف المغرب ميطا يلاه تلقى محاولات ضربة زاوية ولا شي مدافع دار خطأ وخصوصا هذا الموسم راه موسم باقي على مستوى الأداء راه باقي ما ارتقاش رضوا المستوى على الأقل اللي كنا ولو 50% شوف دابا أنا نقول لك واحد الحاجة دابا حنا بعض المرات راه غير جوج ماتشات كيخطيو بعض المرات ولا ماتش كيخطي على دورة كاملة ولكن تشوف لي أنت الماكسيموم خليني من ماتش مزيان شوف لي الماكسيموم واش كاين